ومثل ما عملت حادثة أو محاولة اغتيال ترامب حالات انقسام متعددة تكلمنا عنها سابقا من شوي، فكمان جلبت لترامب حلفاء جدد أعلنوا دعمهم له مثل الملياردير إيلون ماسك اللي أعلن دعمه علانية لترامب من بعد الحادث وقال إنه بيأيد يعني ترامب تماما وبيتمنى له الشفاء العاجل. وشبه ماسك ترامب بالرئيس الأمريكي السابق ثيودور روزفلت وقال إنه آخر مرة كان أمريكا عندها مرشح قوي كان روزفلت. وطبعا روزفلت هو الرئيس 26 للولايات المتحدة الأمريكية، يعني ماسك عنده في كثير ما يستعنيهم. على العموم ماسك ما وقف هنا بس، لا هو كمان طالب باستقالة رئيس الخدمة السرية وقائد الحملة الأمنية اللي كان مسؤول عن أمن المكان. وعلق ماسك على بوست بيتساءل عن وصول الشاب منفذ المحاولة لسطح قريب من ترامب وقال إنه ممكن يكون بشكل متعمد أو بسبب عدم الكفاءة أو في الحالتين لازم تستقيل قيادة قوات الأمن الخاصة. وعلى فكرة من قبل ما يطلع ماسك ويعلن تأييده لترامب علانية كان في كلام إنه جالس بيميل لكفة ترامب، وطلعت تقارير إعلامية قالت إنه ماسك تبرع بمبلغ كبير لصالح حملة ترامب، وكان طلع ماسك بعدها على طول وقال أنا ما بتبرع لمرشح معين أبدا، قصده إنه هو بيدعم مؤسسة بتدعم حزب مو شخص بعينه، بس الكلام هذا كان قبل محاولة الاغتيال. ومو بس ماسك، فكمان الملياردير بيل أكمن الرئيس التنفيذي لشركة بيرشينغ سكوير كابيتال اللي أعلن تأييده الكامل لترامب من بعد اللي صار، وقال عبر بوست له أنه رح يأيد ترامب رسميا، وقال أن القرار هذا اتخذه بعناية وعقلانية وبالاعتماد على البيانات العملية. وشرح في البوست وجهة نظره بالتفصيل وليه اختار تأييد ترامب، وقال أن المؤسسات الإعلامية بتشبه الفرق الرياضية اللي بتدير مسرحيات بيختارها أصحابها وبينفذها المدربين. وهذا الموقف حقيقة بيعتبر انقلاب كبير وواضح وتحول في موقفه، فهو من بعد أحداث الكابيتال في 2021 اللي هي بنتكلم عنها طول الوقت بنقول 6 يناير طالب ترامب بالاعتذار من كل الشعب الأمريكي له وقال له أنه لازم تستقيل. طيب احنا معانا حازم الغبرة عضو الحزب الجمهوري من واشنطن، اهلا فيك معانا حازم. هذا النوع من الدعم يعني خلينا نبتدي مثلا بإيلون ماسك تحديدا، يعني بنتكلم انه الحادثة صارت خلال دقائق، إيلون ماسك كان حاطط صورة من الحادثة، دقائق في بوست اخر كان حاطط انه هو يدعم تماما ترامب، إيش رأيك في هذا الموقف وهل يعتبر فعلا مكسب؟ سارة شكرا جزيلا على الاستضافة والتعامل مع هذا الموضوع الهام. بالنسبة لماسك هو صيد ثمين لحملة ترامب الانتخابية، طبعا لإيلون ماسك وزن كبير في المجتمع الأمريكي، وزن إعلامي، وزن سياسي بعض الشيء، وزن اقتصادي طبعا هام جدا، ووزن اجتماعي. فأعتقد أن هذه يعني التأييد الرسمي لإيلون ماسك سينعكس إيجابيا. طبعا أعتقد أن الحادثة ذاتها كانت سبب أساسي، لكن أيضا كيف تعامل ترامب مع هذه الحادثة والطريقة الدرامية الأيقونية التي ظهر فيها ترامب وهو يرفع يده والدماء تسيل من وجهه كان أساسي في تغيير رأي ليس فقط إيلون ماسك، لكن أعتقد الملايين من الأمريكيين الذين قد كانوا يمكن أنهم قد كانوا غير مقتنعين أو مقتنعين لكن ليسوا مستعدين للذهاب والتصويت الآن يصوتون. ولو سمحتي دي موضوع آخر، أعتقد أن هناك يعني يمين ديني محافظ في الولايات المتحدة شريحة واسعة قد ترى في ما حصل تدخل قد يكون إلهي في إنقاذ ترامب من رصاصة يعني على بعد. صحية منتشرة الكثير من الصور اللي بتظهر ترامب وأنه هو يعني في حماية يعني مثلا سيدنا المسيح وإشارات تمام. دينية تماما، يعني هذا السلاح السلاح فعال جدا على مسافات أعلى بكثير من 100 متر. كيف نجا ترامب؟ الناس تتساءل يعني هل هناك قدرة إلهية؟ هل هذا كان محض صدفة؟ شيء مثير للاهتمام فعلا.
طيب حازم، يعني ملفت كلامك، لأنه طبعا يعني أنت عضو في الحزب الجمهوري، مفهوم هذا الكلام طبعا، ولكن ضيفي السابق أحمد الحنطي اللي هو الباحث في الشأن الأمريكي كان بيقول هذه الحادثة لن تغير أي شيء، وقال أنه لما حيجي سبتمبر ما أحد حيكون فاكر هذه الحادثة أبدا ولن تغير رأي الناس. تختلف معاه واضح أنت وبشدة. يعني لا أريد شخصنة الموضوع، لكن يعني هناك أشخاص أتوا للولايات المتحدة من دول قد تكون اغتيالات سياسية فيها أمر اعتيادي أكثر من ما هو في الولايات المتحدة. ما حصل هنا أمر الجلل. أعتقد أن الشعب الأمريكي ما زال يستفيق من صدمة ما حصل. موضوع سيء جدا. نحن يعني العنف السياسي منبوذ في الولايات المتحدة في القرن 21، ليس هناك أي حالة من العنف السياسي بهذا النوع. يعني كان هناك بعض الحالات لكن لا تستهدف هذا، يعني هذه نوع من الأشخاص، مرشح رئاسة الجمهورية أهم منصب في البلاد. فأعتقد أن هناك أهمية لما حصل. سيحصل ترامب على تأييد واسع، سنرى مئات الملايين من الدولارات تتدفق نحو حملة ترامب الانتخابية، وسنرى أرقام. يعني أول رقم رأيناه البارحة 69% نسبة نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة. صحيح. طيب حازم، بس حابة كمان أني أشارك معك كمان العاجل اللي وردنا الآن من الخارجية السعودية، تدين الخارجية السعودية محاولة الاعتداء على حياة الرئيس الأمريكي السابق ترامب. هذا أحدث يعني عاجل وردنا الآن. على العموم، إذا أبغى أرجع معك أنا أيضا للموضوع أنه الاغتيال أو محاولة الاغتيال هذه، هل خلاص نقدر نقول بعد ما أنت بتقول أنه قد كده التعاطف مع الرئيس أصبح كبير، أنه خلاص طريقه إلى البيت الأبيض يعني أصبح مفروش بالورود، خصوصا في ظل الصعوبات اللي بيواجهها بايدن؟ طبعا، يعني كما رأينا ظهر ترامب هو الشخص القوي، الرئيس القوي الذي لا تهينه شدة، بينما بايدن يظهر كالشخص الضعيف الذي للأسف يعني يفشل أحيانا في تسلق السلم. فالفرق واضح، والمواطن الأمريكي يحب الرئيس القوي، يحب أن يكون ممثله شخص قوي وقادر. فأعتقد أن هذا هام جدا. ولو سمحت لي سيدتي، نثمن جدا التصريح السعودي، وكما نعرف هناك علاقة ممتازة تجمع الرئيس ترامب مع القيادة في المملكة العربية السعودية، ونتمنى بعودة ترامب أن تعود العلاقات إلى مجدها السابق قبل عهد بايدن. نعم، لأنه كمان الخارجية السعودية أضافت أيضا في بيانها أنها تعرب عن التضامن التام مع أمريكا والرئيس الأسبق وأسرته. طبعا على العموم، أنا بشكرك جدا على وجودك معنا. كان معنا حازم الغبرة، عضو الحزب الجمهوري من واشنطن. شكرا لك.